على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت ربي تجعل الحزن سهلا. سهل اللهم أمورنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الجمع الكريم، ضيوف الرحمن، عمار بيت الله، هذه الوجوه الطيبة، وهذه السرائر النقية، وهذه الأفئدة المؤمنة الطاهرة، أحييها جميعا بتحية الإسلام العطرة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وطبت مطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا. حديثنا اليوم عن موضوع يتردد كثيرا ويتكرر كثيرا في أحاديثنا، هو موضوع النيات. هذا الموضوع بين الفينة والأخرى نتطرق إليه، لأن عمل الإنسان إنما هو مبني على النيات، وباب النيات باب عظيم وباب متشعب، وتتجاذبه علوم كثيرة وتخصصات كثيرة. أبرز ما تتعلق به النية عندنا بابان عظيمان. الباب الأول هو باب الفقه، ما يتعلق بالفقه، بالفقه الإسلامي. والنية تحتل حيزا كبيرا في باب الفقه. والتخصص الثاني أو العلم الثاني هو علم السلوك، أو ما يسمى بالتصوف، أو ما يسمى بالتزكية، أو ما يسمى بالإحسان. هذا باب التربية والسلوك أو باب الإحسان. أيضا نجد النية أيضا تحتل فيه موقعا كبيرا. سنحاول في هذه الدقائق المعدودة باختصار أن نتكلم عن هذين الموضعين، أي عن النية في باب الفقه وعن النية في باب السلوك. وكما قلت، الكلام يطول ويطول، إن عند الفقهاء وإن عند أهل السلوك وأهل التربية. أما عند الفقهاء فالنية هي المميز، النية هي التي تميز. فأفعال العباد، أفعالنا منها ما هو عبادة ومنها ما هو عادة، فتدخل النية هنا، فتدخل النية لكي تميز بين العادات وبين العبادات. فمثلا عندنا الاغتسال. الاغتسال هو فعل يقوم به الإنسان. هذا الاغتسال قد يدور بين عبادة وبين عادة. إذن قلت النية تفرق، ما كان الصوت؟ أو يأذن؟ كان الصوت؟ ودعنا، ما كانش طفى؟ طفيته هذا؟ قول يا فرق أذن.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم قبل الأذان عن باب النية، وقلنا بأن النية يتجاذبها علمان. العلم الأول هو علم الفقه، والفقه كما تعلمون يتعلق بأفعال العباد. الفقه يتعلق بأفعال العباد. إذا نتكلم في الفقه نتكلم عن الأحكام الخمسة التكليفية، عن الوجوب وعن الحرام وعن الندب وعن الإباحة وعن الكراهة. فالنية هنا عند جمهور الفقهاء تعتبر شرطا في صحة العبادات. النية شرط في صحة العبادات. العبادة يشترط فيها النية. هذه النية فيها فرعان. الفرع الأول يتعلق بنية التمييز، فنميز العادة عن العبادة، وسنذكر مثالا على ذلك. والشرط الثاني هو تخصيص العبادة، تمييز العبادة عن العبادة. إذن النية هنا هي نية التمييز. فعلى سبيل المثال عندنا الاغتسال، إنسان يغتسل الغسل الأكبر، هذا الاغتسال هو فعل من أفعال الإنسان يغتسل، لكن هذا الاغتسال قد يشتبه ويلتبس بين الاغتسال الذي هو عبادة كغسل الجمعة والغسل العيدين وغسل الجنابة وغسل التطهر من الحيض ومن النفاس وغسل الميت أيضا، هذه كلها أغسال تدخل ضمن العبادة، فتحتاج إلى النية، أي ينوي الإنسان بهذا الغسل، ينوي به العبادة الفلانية. لأن هناك غسلا إنما هو للتنظف وللتبرد، إنسان يحب يتبرد مثلا في الصيف أو لكي ينظف نفسه من الأوساخ، فالغسلان متشابهان، غسل العبادة وغسل العادة. الذي يميز بينهما في الظاهر متشابهان، الذي يميز بينهما هي نية التمييز، هذه النية التي يستحضرها الإنسان قبل الشروع في الفعل. فإذا نوى التبرد أو نوى التنظف من الأوساخ فهذا الفعل الذي سميناه الغسل يدخل في باب العادات، عادة من العادات. أما إذا نوى بغسله، نوى به رفع الجنابة أو نوى به غسل الجمعة، فإن هذا الفعل يتحول إلى عبادة، وفرق شاسع بينهما. في الظاهر متشابهان، ولكن النية التي تفرق وتميز بين العادة والعبادة. الأمر الثاني هي نية التمييز بين العبادات فيما بينها. فمثل الإنسان الذي يصلي الظهر أو يصلي العصر أو يصلي الراتبة، كلها أربع ركعات، لكن الذي يميز بين هذه الركعات نحن في العبادة، نحن لا نتكلم الآن عن العادة والعبادة، نحن داخل العبادة. فالذي يميز بين هذه العبادات إنما هي النية. فمثلا الإنسان الذي يريد أن يصلي الظهر أو في وقت الظهر، ولكن ينوي بصلاته العصر، صلاته باطلة، لأن الأصل أنه يصلي صلاة الظهر مش صلاة العصر. فالذي يفرق بين هذه العبادات إنما هي النية. إذن النية، هذه نية التمييز، شرط في صحة العبادات. إن فعل الإنسان العبادة دون نية في بدايتها فالعبادة باطلة. معنى الإنسان، نصوره أن الإنسان يريد أن يدخل إلى الصلاة ولم يستحضر نية، قل بأن هذه الصلاة باطلة. كذلك الإنسان الذي يتوضأ ولا يستحضر نية الوضوء قبل الشروع في الوضوء أيضا فوضوءه باطل. يقول الناظم ويتكلم عن فرائض الوضوء، يقول: فصل، فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور، نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع عرض، نية في بدئه. إذن هذه النية
تميز بين العادة والعبادة، وهذه النية تميز بين العبادة والعبادة التي تشابهها. هذا المجال طبعا هو مجال كبير وكبير جدا. أين مجال بحثه؟ مجال بحثه هو باب الفقه، هو باب الفقه، الفقه الذي يتكلم عن هذه النية التي هي نية التمييز. الآن نروح باختصار للجانب الثاني، وهو جانب السلوك والتربية. أيضا هناك نية، ولكن النية هذه الثانية التي يتكلم فيها علماء السلوك ليست نية التمييز، هذه عند الفقهاء. هذه النية الثانية تسمى نية القصد، نية القصد ونية التوجه، بمن تقصد بعبادتك، لمن تتوجه بهذه العبادة. إذا هناك فرق بين النية الأولى التي مجالها الفقه وبين النية الثانية التي مجالها السلوك. هذه النية الثانية التي يعبر عنها علماء السلوك بالإخلاص، نية التوجه، نية القصد. أنت حقيقة تنوي صلاة العصر، تنوي صلاة العصر، هذه نية التمييز. كيظهر عند الفقيه يقول لك الصلاة تاعك صحيحة ولا مش صحيحة، تقول له أنا صليت كذا وكذا وجبت النية في بداية الصلاة ونويت صلاة العصر أو صلاة الظهر أو نويت الغسل الأكبر، الفقيه ماذا يقول لك؟ يقول لك عبادتك صحيحة من حيث الفقه، عبادتك صحيحة لأنك أتيت بالفرائض ولم تأتي بالمبطلات، اجتنبت المبطلات أو النواقض، فصلاتك صحيحة فقهيا صحيحة. لكن الجانب الثاني، هل صلاتك مقبولة أو غير مقبولة؟ الفقيه ما يجاوبكش، لأن هذه النية هي نية القصد أي التوجه. وش يقدر يقول لك الفقيه؟ يقدر يقول لك فقط إن نويت بصلاتك وجه الله، أي قصدت وجه الله، أي أخلصت في العبادة، صلاتك مقبولة عند الله. هذا وش يقدر يقول لك؟ أما إن نويت شيئا آخر فأنت مراء بعبادتك أو مسمع بعبادتك أو أنت معجب بعبادتك، هذه أمراض تاع القلوب، هذه أهم الأمراض التي تتعلق بالنية. عندنا الرياء وعندنا السمعة وعندنا العجب، تجتمع هذه الأمراض الثلاثة في أي شيء، تجتمع في معنى واحد وهو أن الإنسان لم يريد بعمله وجه الله، يريد وجه الناس، أن تكون له وجاهة عند الناس، أن يمدحه الناس، يريد مصلحة دنيوية، مصلحة مالية أو معنوية، يريد أن يفتخر، يريد أن يسمع الناس به تسميع، هذا وش معنى السمعة، أو أنه أعجب بعمله. هذه كل هذه النيات نيات فاسدة. وش يقابلها؟ يقابلها الإخلاص، أنك تقصد بعملك وجه الله. الإخلاص هو شرط القبول عند الله. إذا نية التمييز هذه شرط الصحة باش العبادة تكون صحيحة. بصح تقدر تكون عبادة تاعك صحيحة ولكن يوم القيامة ربي ما يقبلهاش، وعلاه ما يقبلهاش؟ خش النية الثانية التي هي القصد والتوجه كانت فاسدة. وأغلب الآيات التي تتكلم عن النية تتكلم عن الإخلاص، مثلا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نزيد معلومة واحدة فقط، هذه النية التي تتعلق بباب السلوك وباب التصوف أيضا هي متشعبة. عندنا النية الحسنة والنية الفاسدة، أي نية الخير ونية الشر، هذه أيضا يحاسب عليها الإنسان، إما يؤجر وإما يؤزر. هذه النية من نوع آخر، هي شبيهة بالإخلاص ولكن هي النية من نوع آخر، هو أن الإنسان ينوي فعل الخير ولكنه لم يفعل الخير، وينوي فعل الشر ولكنه لم يفعل الشر. عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأذكر لكم فقط الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الناس أربعة، الناس أربعة باختصار، واحد ربي أعطى له المال والعلم
وهذاك المال وهذاك العلم سخرهما في طاعة الله. العلم أنفقه وعلمه، والمال أيضا أنفقه في سبيل الله، هذا الأجر عنده الأجر الكامل. إذن هذا يا إنسان رب أعطى له المال وأعطى له العلم وفعل خيرا، فعل الخير يؤجر خيرا. إنسان واحد آخر رب أعطى له المال وأعطى له العلم وسخر المال في سخط الله في المعصية، أو سخر علمه في معصية الله، إذن هذا فعل المعصية، هذا عنده الوزر الكامل. حتى لهنا ما كاش إشكال. إذن واحد دار الخير وربي أعطى له الأجر، وواحد دار الشر وخذ الجزاء تاعه. الآن الإشكال في الشخصين أو في النوعين الآخرين. الثالث، إنسان الثالث ربي ما أعطالوش المال وما أعطالوش النعمة، أي نعمة من النعم، المال أو العلم أو أي نعمة، لكن مش قال في نيته، قال لو كان لي مثل فلان من المال لفعلت مثل ما فعل فلان. هذا يا نيته حسنة، قال كن ربي أعطاني من المال كما أعطى فلان ندير كما دار هو أنفق في الخير، فعل هو، بس أنا ما عنديش المال، بس كن ربي أعطيني ندير كما دار هو. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فهما في الأجر سواء، لي دار الخير بالمال تاعو ولي نوا يدير الخير وما داش الخير. إذا نشوف النية ماذا تفعل. والرجل الرابع هذاك وش قال؟ نيته خبيثة ونيته فاسدة. كي شاف هذاك صاحب المال الذي سخره في المعصية وش قال؟ لو كان لي مثل فلان لصنعت مثل ما صنع فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهما في الوزر سواء، هذا الرابع، هذا الإنسان الرابع ما داش الشر، صح نيته كانت فاسدة، قال كون ربي أعطاني المال ندير كما هذاك دار صاحب المال هذاك وانفقه في الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، كي لي دار الشر كي لي نوي دار الشر. شوف النية ماذا تفعل. إذن إخوة الإيمان النية بابها عظيم، لذا الإنسان يحرص على أن تصح عباداته باستحضار نية التمييز، هذه النية على العبادات التي هي شرط من شروط صحة العبادة، وعليه أن يحرص وأن يراقب نيته، نية القصد. أنت لمن تعمل؟ هل تعمل لله؟ إذا كان عملك لله تلقاه يوم القيامة، وهذا من معاني قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وجه ربك اختلف العلماء، لكن من بين المعاني ويبقى وجه ربك أي ويبقى العمل الذي كان لوجه الله، يبقى العمل الذي كان يقصد به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى. فالإنسان يراقب هذه النية لكي تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. هناك بعض المؤمنين يطلبون منكم الدعاء، أب يطلب الدعاء لابنته المريضة، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اشفي أنت الشافي، أذهب الهموم والغموم والقلق عن كل إنسان مهموم أو محزون أو قلق. وهناك أيضا أخت لكم امرأة متزوجة لمدة 10 سنوات تطلب الدعاء بالإنجاب، اللهم أقر عينيها بذرية الطيبة بذرية الصالحة. كل إنسان لم يرزق الولد، نسأل الله عز وجل أن يرزقه الله تبارك وتعالى ذرية طيبة ذرية صالحة لا يشقى بها، يقدر بيعطيك الذرية وتشقى بذريتك. فالإنسان عليه أن يختار الدعاء الحسن، تقول أعطيني ذرية طيبة، وش فقط ذرية، فقط ذرية طيبة. وننصح هذه المرأة ومن كان في مثل حالها أن تكثر من قوله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، دعاء زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرحم موت المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يقضي الدين على المدينين. اللهم اذهب عنا الهموم والغموم والأحزان، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم يا رب العالمين نصرا مؤزرا. اللهم نسألك الإصلاح في الولد والعافية في الجسد والأمن في البلد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.